مرحبا. بيتمتع طبق فاهيتا الدجاج بشعبية كبيرة عند الكبار والصغار، والوصفة اللي حنحضرها بتتميز بطعم مكسيكي ولا أشهى. ومش بس هيك، نحن رح نحضرها بأكتي فراي لنحافظ على صحتنا. أول شي لنحضر هيدي الوصفة لسبع أشخاص بدنا نجيب وعاء ونحط فيه ربع كوب من زيت الزيتون مع ربع كوب من خل العنب، معلقة صغيرة من السكر، رشة فلفل حار أحمر، ربع معلقة صغيرة من فلفل الأبيض وربع معلقة صغيرة من فلفل الأسود ومعلقتين صغار من الملح. نخلط المكونات لحتى يتجانسوا مع بعض ومنرجع منضيف خمسة قطع صدر دجاج مقطعين لشرائح رفيعة، وما تنسى تضيفي معلقة كبيرة من الثوم المهروس، ومنخلط منيح لحتى يتجانسوا المكونات مع بعض. منغطي الوعاء ومنحطه بالتلاجة لمدة 9 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة، ومنقلب من وقت للتاني. لما تتطلب الوصفة منك إنك تنقعي الدجاج أو اللحمة بتتبيلة محضرة بالبيت، بنصحك تتركيها بالتلاجة لليلة كاملة لحتى تحصلي على أطيب نكهة ممكن. وهلا بوعاء أكتيف فراي بدنا نحط بصلتين مقطعين لشرائح رفيعة، فليفلة حمرا، فليفلة خضرا، فليفلة صفرا مقطعين لشرائح طويلة، ربع كوب من الذرة والدجاج مع التتبيلة. ومنعيرها لمدة 25 دقيقة. بهيدا الوقت بدنا نغلف 14 خبز تورتية بورق القصدير وندخلهم على فرن محمى مسبقاً على حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق. بس ليكون جاهز الفاهيتا منحط مقدار يساع بالخبز الجاهز، ومنحط جبنة تشيدر مبشورة ومننتركها دقيقة لحتى تذوب. نرجع منلفها ومنقدمها هي وسخنة. إذا بتحبي فيك تقدميها مع صلصة الكريمة الحامضة أو الجواكامول. إذا حبيتي هيدي الوصفة تابعيني ببقية الفيديوهات لوصفات ولا أشهى، وبتمنى لك إفطار شهي.